السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي متتبعي قناة أبو رزان الأوفياء أينما كنتم. مرحبا بكم معي من جديد في حلقة جديدة، موضوع جديد. أول حاجة كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة كما العادة. الناس اللي متبعين القناة، اليوم حطيت في المنياتور ولا إلا بغيت نقول في الكومونيداد ولا يعني في المنتدى هاد الفيديو اللي كنتكلم فيه دابا، يعني المنياتور ديالو ولا يعني الصورة ديال هاد الفيديو هذا. قلت بان ننتظروا هذا الموضوع هذا لانه مهم ومهم بزاف، كيخص الناس اللي راهم عندهم برنامج ولا عندهم نيه يعني التنقل ما بين الدول ديال الاتحاد الاوروبي، وكذلك كيخص الفئه اللي غادي نتكلم عليها في الاخر ديال الفيديو، اصحاب التاشيرات، الناس موالين الفيزا اللي كانت عندهم مثلا فيزا في المغرب، يعني كانوا مثلا هزوا فيزا قبل هذه الجائحه هذه وملي تسدد الحدود بقاو حاصلين تمايا، وبزاف ديال الناس ربما غادي يكونوا عفاو لهم هذوك الفيزا. يعني اشنا هي الاجراءات اللي خصهم يديروا؟ واخا نبداو بالحدود ديال اسبانيا يعني مع باقي الدول ديال الاتحاد الاوروبي ولا مع المنطقه ديال شنغن، يعني اللي كان من المنتظر ولا كان من يعني المقرر انها غادا تبدا ولا غادا تحل ابتداء من نهار 1 شهر 7. اليوم الرئيس ديال الحكومه ديال اسبانيا غير هذا التاريخ هذا بعد ما كان واحد الاجتماع ما بينه وبين الرؤساء ديال الولايات ولا ديال لاس كومونيداس اوتونوماس ديال اسبانيا، يعني خرجوا بواحد الخلاصه ولا بواحد القرار لانه يعني يغيروا هذا التاريخ اللي كان 1 شهر 7، وانما دابا ولا غادي يكون 21 شهر 6. هذا هو التاريخ ولا هذا هو النهار اللي غادي تم فيه الفتح ديال الحدود ديال اسبانيا مع الدول ديال الاتحاد الاوروبي ولا مع الدول ديال المنطقه ديال شنغن، الا دوله وحده ولا ما عدا دوله وحده اللي هي الجاره ديال اسبانيا البرتغال، اللي ما غاديش يتم الفتح ديال الحدود ما بينها وبين اسبانيا حتى الواحد في شهر 7، يعني كيف ما كان مقرر من قبل. وباقي الدول ديال المنطقه ديال شنغن ولا باقي الدول ديال الاتحاد الاوروبي يعني غادي يتفتح الحدود ديالها مع اسبانيا ابتداء كما قلت من 21 في هذا الشهر ديال 6. الناس اللي راه عندكم يعني برنامج ولا عندكم يعني واحد النيه انكم تحركوا ما بين هاد الدول هذا، ان شاء الله ابتداء من 21 راكم تقدروا تحركوا ما بين هاد الدول هذا، يعني هاد الدول هادو كما قلت بدون مشاكل. علاش؟ فكنعرفوا السياحه شنو اللي كتعطي لاسبانيا، يعني التوريست ولا السياحه شنو كتعطي اسبانيا، كتعطيها واحد الشيء اللي هو كبير، كتساهم في الاقتصاد ديال اسبانيا بشكل كبير، ما يقارب 12.5% ديال الناتج المحلي كتجي من السياحه يعني ولا من التوريست، يعني فلوس اللي كبيره هذا العام هذا. يعني التوقعات كتقول بان اسبانيا يعني غادا تضيع ولا غادا تضيع واحد 80% تقريبا من هذا الدخل هذا ولا من هذا لابورتاسيون يعني ديال السياح. على سبيل المثال فقط في السنه ديال 2019 شحال عطات السياحه لاسبانيا؟ حوالي 297 الف مليون ديال الاورو، ما يقارب 300 مليون ديال الاورو اللي دخلات يعني من الى بغينا نقولوا من السياحه ديال اللي كيجيو الناس التوريست اللي كيجيو لاسبانيا. هذا هو الفلوس اللي دخلات في 2019 هاد الدوله ديال اسبانيا كما قلت لكم، يعني مع هاد الجائحه هذه في هاد العام هذا ولا هاد العام ديال 2020 يعني كاين تضرر كبير فيما يخص يعني بغينا نقولوا الاقتصاد ديال اسبانيا من هاد الجانب هذا ديال السياح. هذا هو اللي خلى هاد الرئيس ديال اسبانيا يعني بتشاور كما قلت ولا من بعد ما كان الاجتماع مع هاد الرؤساء ديال الولايات يعني عبر الشاشات ولا بور فيديو كونفرنسيا، يعني خرجوا بهذا القرار انهم العوض ما يحلوا الحدود في 1 شهر 7، يعني سبقوه ل 21 في هذا الشهر هذا ان شاء الله. هذا هو التاريخ كما قلت بالنسبه لهاد الدول اللي كتمثل المنطقه ديال شنغن ولا ديال الاتحاد الاوروبي ما عدا الدوله ديال البرتغال، اللي غادي يتم الفتح ديال الحدود ديالها مع اسبانيا ابتداء من 1 في شهر 7، وغادي يشرف على هذا الفتح هذا غادي يشرف عليه الملك ديال اسبانيا. علاش؟ لان قال لك بما ان هذه الدوله هي جاره ديال اسبانيا وحسن الجوار يعني وعندهم علاقه مزيانه وكذا، غادي يديروا هذا النهار ديال 1 شهر 7 كانه يعني فتح الحدود ديال شي حاجه، يعني غادي يكون تاريخ. المهم هذا من جهه بالنسبه لهاد الناس هادو ولا بالنسبه لهاد المنطقه ديال شنغن، يعني هذا هو التاريخ اللي غادي يتم فيه الحدود ولا الفتح ديال الحدود. ولكن ما مصير الباقي ديال الدول، باقي الدول ديال العالم مع الاتحاد الاوروبي؟ اشنو اللي قال الرئيس ديال الحكومه ديال اسبانيا؟ قال هو والرئيس ديال الوزراء ديال ايطاليا صيفطوا واحد الرساله للرئيسه ديال المفوضيه الاوروبيه باش يكون تنسيق كبير بين هاد الدول ديال الاتحاد الاوروبي
ويشوفوا اشنو القرار ولا ايمتى يقدروا يفتحوا الحدود ديال الاتحاد الاوروبي مع باقي الدول ديال العالم. حاليا مازال ما كاين حتى شي حاجه في الاتجاه هذا، يعني باقي كيتسناو الدراسات، يعني كما قلت ولا التنسيق الكبير اللي سماو، يعني تنسيق كبير باش يشوفوا الخلاصه اللي غادي يخرجوا بها ولا شنو القرار، اش من نهار يقدروا يفتحوا الحدود ديالهم مع باقي الدول ديال العالم. المهم هذا من جهه، نتمنى نكون وضحت هذا الامر. هذا دابا غادي نتكلم بالنسبه للناس اللي هضرت عليهم في البدايه ديال الفيديو اللي عندهم فيزا في المغرب، مثلا ديال السياحه ولا ديال العمل ولا ديال الطبيب ولا ديال الدراسه ولا ديال الاجراءات الاداريه الى اخره، ربما تكون الفيزا ديالهم يعني وفات. كنعرفوا كاين كميه كبيره ديال الناس اللي باقيين حاصلين يعني في المغرب وفات لهم الفيزا ديالهم. كاين الناس اللي كانوا عندهم مواعيد يعني مسبقه لان هي تلغات، غنتكلم عليها ان شاء الله. كاين الناس اللي كانوا دافعين الباسبورات ديالهم باش تطبع فيهم الفيزا وبقاو حاصلين لهم في القنصليات كذلك، غنتكلم عليهم الى اخره. هذا هو علاش قلت لكم الامر يعني موضوع مهم ومهم للغايه. اشنو اللي كتقول لنا الشركه ديال بلايسي اللي كتعرفوها كاملين الناس اللي كيهمكم الارمله للفيزات؟ هاد الشركه هذه اللي هي بلايسي كما قلت انترناسيونال حطت واحد الاعلان مؤخرا كتقول فيه بان بما ان الفتح ديال الخدمات ديال القنصليات يعني بدا كيتفتح تدريجيا، هاد الخدمات بداو كيعطيوهم لي تدريجيا مول القنصليات، بالنسبه للناس اللي غنبدا بهم هما المواعيد المسبقه اللي كنتو شادين رانديفو شحال هذا وتلغات لكم ملي سدوا الادارات العموميه، تلغاو لكم الرانديفوات. هاد الناس هادو الشركه ديال بلايس هي اللي غتتصل بكم وغتقول لكم شنو هي الاجراءات اللي غادي ديروا ولا غتقول لكم يعني غتوجد لكم مواعيد اخرى. بالنسبه للناس اللي باغيين تشدوا موعد حاليا رانديفو باش تطلبوا شي فيزا ولا شي حاجه، ما كاينش الرانديفوات نواي ديسپونيبيليداد بور المومينتو، يعني ما كاينش حتى الفيزا شينغن حاليا ما كايناش ممنوع. المساله الاخرى غادي نتكلم عليها هما مورين الباسبورات اللي قلت اللي كنتو دفعتوا الباسبورات باش يطبعوا لكم فيهم الفيزا وتجيو ديهم. هاد الناس هذو كذلك الشركه ديال البلا اس ولا بلا اس كما كيسميوها الناس في المغرب هي اللي غادا تتصل بكم وتقول لكم ما المصير ديال الجواز ديال السفر ديالكم، غيطبعوا لكم فيه فيزا ولا هما غيتصلوا بكم ويقولوا لكم اشنو اللي كاين. الفيزا شينغن قلت ما كاينش، بيزادو شينغن يعني بلايسي ما كاينش حتى حاجه هالساعه. التاشيرات الوطنيه ولا فيزادو ناسيونال تقدروا تمشيو، لاحظوا معايا الناس مول الفيزا ناسيونال ولا التاشيره وطنيه تقدروا تمشيو للقنصليه ابارتير ديال ديا اونث، يعني ابتداء من نهار 11 في هذا الشهر ديال 6 تقدروا تمشيو للقنصليات اللي تابعه للمنطقه ديالكم، يعني والسوايع اللي كيخدموا فيه من 9 حتى الوحدة ونص ديال نص النهار، يعني بدون موعد. بالنسبه للناس اللي كيمشيو يقدموا راسهم الكونترول ديال الريتورن ولا يعني الا بغينا نقولوا الكونترول يعني ديال العوده، هاد الناس هما كذلك تقدروا تمشيو من ابتداء من 15 في شهر 6 من ديال الجمعه والسويع من 9 حتى الوحده ونص، هذا هو الوقت اللي كيخدموا فيه. والمساله الاخرى اللي غنتكلم عليها هو بالنسبه للناس اللي ريمبلاسار اون فيزادو كادوكادو اي سي امبريسنديبل كي الفيزادو نو سي هيا اوتيليزادو، الناس اللي وفات لكم الفيزا ولكن ماشي الناس موالين التجمع، لان كنعرفوا موالين التجمع ما كيمشيوش عن طريق بلايسي وانما عن طريق القنصليات. هاد الناس اللي كنتكلم عليهم دابا هما موالين الفيزا ديال العمل ديال السياحه ديال الملاضي ديال يعني دراسه الى اخره. هاد الناس هادو خاصكم تمشيو ضروري كما قلت بتاع من 15 شهر 6 وتمشيو هاد السويه تكلمت عليهم من 9 للوحده ونص ديال النهار وبدون موعد وبدون كذلك ما تخلصوا اي رسوم، غتمشيو بالباسبور ديالكم والفيزا فيه ميته، غادي تديو الباسبور وغيطبعوا لكم فيزا اخرى جديده. هادو بالنسبه للناس اللي وفاو لهم يعني الفيزات هما باقيين تمايا. ولكن اللي مهم مهم زعما غادي نخلي لكم هذا الرابط باش تدخلوا تشوفوا اللي كاين بزاف ديال المعلومات، ولكن اللي غادي ناكد عليه هو ان خاصه الفيزا تكون وفات، ما يكونش باقي فيها نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام ولا، خاصها تكون وفات. والحاجه الاخرى اللي هي مهمه اللي مطلوبه ما خاصهاش تكون الفيزا استعملات، ما تكونش طبع في الباسبور يعني شي طبعه ديال دخلتي وخرجتي ولا، خاصها تكون باقا ما تستعملاتش الفيزا وفات لك وانت كاين في المغرب، غادي تمشي للقنصليه وغيطبعوا لك واحده اخرى جديده. دابا بزاف الناس غيقولوا لي يا خويا ورضان انا الفيزا ديالي باقي فيها 5 ايام ولا باقي فيها 10 ايام ولا باقي فيها 12 يوم، معني ما كافيناش غادي نمشي بها لاوروبا ولا نمشي بها اسبانيا ولا ايطاليا ولا اي دوله، معني ما كافيناش. هاد الناس اللي نقول لكم هو غادي تسناو حتى توفى لكم الفيزا، حتى توفى
حتى توفى التقاده، يعني توفى بحال اليوم النهار الاخر تمشيو للقنصليه اللي تابعه للمنطقه ديالكم باش يطبعوا لكم فيها فيزا اخرى جديده. نتمنى نكون وضحت لكم هذا الامر. هذا كما قلت راه بدون يعني موعد، ما تشدوا لا رانديفو لا والو، وكذلك ما غادي نتخلصوا حتى ريال، يعني الرسوم ما غتخلصوا حتى ريال، فقط انكم تديو الباسبور ديالكم وغيطبعوا لكم فيه الفيزا الجديده وهانتم هاني. يعني نتمنى نكون عطيتكم شي خبيره زوينه بالنسبه للناس مال الفيزات، ولكن مال الفيزا ديال التجمع العائلي راه خاصكم تمشيو للقنصليه ديالكم مباشره. فإلا كان كينطبق عليكم الامر اللي كنتكلم عليه والفيزات ديالكم وفاو، كننصحكم تمشيو للقنصليه اللي تابعه ليها باش تطبع عليكم الفيزا جديده 100%. هذا هو الاجراءات اللي غادا تكون ولا اللي غادا تدار بالنسبه للناس مال الفيزات اللي وفات لكم وانتم باقيين حاصلين في المغرب. هادو هما الاجراءات اللي حطات بعد على الاقل على الاقل هذا البلاسي انترناسيونال اللي مكلفه كما قلت بهاد انواع ديال التاشيرات. هذا ما كان اخواني واخواتي، نتمنى نكون فدتكم. حظ سعيد للجميع، للناس اللي باغيين يتنقلوا يعني لغرض ما ما بين هاد الدول ديال الاتحاد الاوروبي اللي تكلمنا على الحدود ديالها، ولا بالنسبه لهاد الناس موالين الفيزا اللي راكم باقيين حاصلين تمايا. نطلب من الله تبارك وتعالى كذلك ثم يسهل عليكم باش تلتحقوا اما بالعائله ديالكم ولا بالدراسه ديالكم ولا بالعمل ديالكم ولا باي يعني غرض اللي شديتوا عليه هذيك الفيزا. انا غنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه الماجيه ولا في الموضوع الماجي، ولكن قبل كما العاده ما تنساوش الناس اللي كتشوفوا هذه القناه لاول مره تابوناو معنا ولا تشتركوا معنا في القناه وتفعيل الزر ديال الجرس كذلك باش توصلوا باي جديد حطيناه في هذه القناه هذه. وحييكم مره اخرى، دمتم في امان الله.